بسم الله الرحمن الرحيم. السيد الرئيس محترم، السيد رئيس الحكومة المحترم، سيدات السادة الوزراء المحترمون، سيدات السادة النواب المحترمون، السلام عليكم ورحمة الله. يشرفني أن أتناول الكلمة باسم المجموعة النيابية للعدالة والتنمية لمناقشة موضوع التعليم الذي يأتي في المرتبة الثانية بعد الوحدة الترابية، ولما له من دور في بناء الفرد والمجتمع ونشر القيم الإنسانية والمساهمة في تنمية البلاد، وخاصة المعلم الذي صدق فيه الشاعر حين قال: قم للمعلم ووفه التبجيل، ماشي التنكيل ماشي التوقيف، قم للمعلم ووفه التبجيل، كاد المعلم أن يكون رسولا. سيد رئيس الحكومة جلالة الملك كان واضحا حينما قال: كفى من الإصلاح وإصلاح الإصلاح. لكن نسجل أن الحكومة ديالكم أصبحت فاقدة للبوصلة والعنوان البارز لها في تدبير هذا الملف للأسف الشديد والارتباك، لأنكم قطعتم مع المرجعيات القانونية المؤطرة لمنظومة التربية والتكوين. كان سألكم فين هي الاستراتيجية ديال المنظومة التربية والتكوين 2015-2030، أين هو القانون الإطار 51-17 الذي تتعاملون معه بانتقائية، رغم أن جلالة الملك جعله ملزما للحكومات المتعاقبة. للأسف البرنامج الحكومي ديالكم في التعهد ديالكم السيد الرئيس الحكومة التزمتوا في التزام 8 بأن تجعلوا تصنيف المغرب في التعليم ضمن 60 دولة الأولى. لحد الآن سنتين ونصف ما شفنا لا 60 ولا 70، بين بيننا نحن غادي نكونوا في آخر المصاف. تعهدتم كذلك السيد رئيس الحكومة بأن في الحملات الانتخابية ديالكم رفعتوا يعني السقف ودرتوا الوعود الحالمة و2500 درهم والحد الأدنى من الأجور 7500 درهم للأساتذة المبتدئين. لا شيء لحد الآن. 30 اجتماع، سنتين من الاشتغال مع النقابات، وتبخر كل شيء والأزمة باقا مستمرة. الحراك اللي شهدناه اليوم كتحملوا المسؤولية ديالو السيد رئيس الحكومة والحكومة بأكملها. اليوم أنتم السبب نتيجة خلق انتظارات وهمية انقلبتم عليها بنظام المآسي الذي كان عنوانه التبخيس والتدليس. للأسف علقتم فشل المنظومة ديال التربية والتكوين على الأستاذ. صحيح الأستاذ هو الحلقة المحورية في العملية التعليمية التعلمية إلى جانب التلميذ، ولكن أن تعلقوا الفشل عليه كانت النقطة المقتل التي مهدت لمسلسل من الأعطاب المتتالية. في المقابل لم تجيبوا على أسئلة المناهج، البرامج، الأفق التربوي والبيداغوجي، عدد من الأسئلة ديال الحكامة التربوية والمالية والتدبيرية. المقاربة الأمنية لجأتم إليها سيد رئيس الحكومة وتبدو سهلة، ولكن خليوني نقول لكم صعيبة وصعيبة بزاف. علاش؟ لأن منطق الغلبة والاستقواء جركم للمواجهة مع رجال ونساء التعليم. التعليم الذي هو وظيفة نضالية، أهم شرط باش ينجح التعليم هو الكرامة، هو التقدير والتحفيز والثقة، وليس العقوبات والاقتطاعات والتوقيفات. 545 أستاذ موقف لإخراس الأصوات الحرة والمجالس التأديبية باش تعودوا لهم الترابي. هذا قصف وخسف ونسف، قصف للشغيلة التعليمية ونسف وخسف بالمنظومة التربوية ونسف لكل جهود لإعادة الاعتبار للمدرسة الوطنية. طيب قلتم 1500 درهم، وملي عندكم القدرة باش تعبوا 1500 درهم علاش ما درتوهاش من الأول؟ ولماذا ما تجيبوا لنا واحد القانون ديال المالية ونديروا له التعديل وبالمرة وفيه بالوعد ديالكم مع أطر الأكاديميات، وديروا واحد المناصب مالية ومركزة وحلوا هذا الإشكال هذا؟ للأسف دائما في سؤال المقاربات تتحدثون اليوم عن الدعم المدرسي لتعويض التلاميذ من هذا الهدر المدرسي. هو هذا إجراء عنده كلفة مالية وعنده كلفة علمية، ولكن خليونا نقول لكم راه دار البرنامج الاستعجالي اللي كان حزب ديالكم اليوم في الحكومة كيدبروا واللي خلى فيه أعطاب قاتلة تستوجب يعني المحاسبة وتستوجب يعني فتح التحقيق. لذلك الكلفة المالية ديال هذا الدعم المدرسي قلت 200 درهم للساعة بالنسبة للأستاذ، وكاين الكلفة العلمية اللي كنحذركم السيد رئيس الحكومة أنكم كتحملوا كامل المسؤولية على الرداءة ديال الشواهد العلمية اللي غادي تجي في 2024 و2025 واللي غادي تبقى وصمة عار في جبين هذه الحكومة. قلت بانكم هذا التدبير لاستدراك الزمن المدرسي، واخا حيدتوا الدرس ديال القضيه الفلسطينيه. واش بغيتوا تقطعوا العلاقه مع فلسطين؟ بغيتوا تمسحوا التاريخ ديال المغرب الذي يدعم القضيه الفلسطينيه؟ بغيتوا تقطعوا الاوصال ديال ولاد المغاربه مع القضايا ديال الامه؟ طيب هذه الاشكالات اللي عشتوها اليوم، البرلمان قدم مبادره ديال الوساطه ولكن رفضتوا لانكم تتعنتون. خليوني نقول لكم سيد رئيس الحكومه، حكومه في بلاصتكم خصها تبكي على 3 شهور وتقدم الاستقاله ديالها وتقدم الاعتذار للمغاربه وتقدم الاعتذار للشغيله التعليميه. واختم بهذا وشكرا.